بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي. وقصة الوالدين والولد قصة لها لقطات متعددة في كتاب الله، لأن لها من الأهمية ما يناسب تلك اللقطات في كل أزورها وأحوالها. ولذلك قرن الله أمر الوالدين والوالد بعبادته، فقال سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. فجعل الإحسان للوالدين عقب الأمر بعبادته، والأمر بعبادته هي قمة الصلاح في المجتمع، فكأنه قرن هذا بهذا. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. لماذا؟ قال لك: لأن الوالدين والولد هما الخلية للإنسانية كلها، فإذا صلحت هذه الخلية صلح المجتمع كله. وصلاح هذه الخلية يتطلب منا أمرين: الأمر الأول أن نعلم أن الوالدين سبب مباشر في وجود الولد، فلهما حق السببية في الإيجاد، يعني لولاهما ما وجد هذا الولد، يبقى لهما حق السببية في الوجود، وبذلك يدربنا الحق على أن نعترف لهم بهذا الحق، حتى يكون الاعتراف بسبب الوجود احتراما وتقديرا وتعظيما، احتراما للموجد الأول وهو الله. لأننا الله الذي خلقنا من عدم، ثم أمدنا من عدم، ثم خلق لنا قبل أن يخلقنا، مش خلقنا وبعدين خلق لنا، لا، أنت طارئ على ما خلق لك، سماء وأرضا وهواء وماء وزرعا وحيوانا، كل ده جيت أنت عليه، مش هو اللي جالك بعد ما وجدت. فكأن الحق خلق لك قبل أن يخلقك، فيجب أن تعترف بهذا الحق. ولذلك لم يدعي خلق الإنسان أحد مع كثرة الملاحدة، ما حدش قال أبدا إنني خلقت نفسي ولا خلقت السماء والأرض. ليه؟ قال لك: لأنه طرأ عليها وهو ليست له قدرة أن يفعل شيئا، حتى أنه يأكل ملوش قدرة، فمش ممكن يدعي إن هو خلق نفسه ولا خلق، لأنه ولي صغير وعملين ينحنحوه ويأكلوه ويطعموه ويشربوه، فطرأ على وجوده. ليس من المعقول إنه يقول أنا اللي خلقته، لأنه طرأ على وجود وهو لا يقدر أن يتحرك لمصلحة نفسه مش لمصلحة الغير. ولذلك ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله، ما حدش يقولها أبدا. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون برضو الله. ليه؟ أم قالك: لأنه طرأ عليها، وطرأ عليها أضعاف ما يكون، طفلا صغيرا لا يدرك شيئا حتى مصلحة نفسه، فليس من المعقول أن يقول إنني لا خلقت السماء والأرض ولا خلقت نفسه، دي قضية مسلمة. فإذا صلحت هذه الخلية رياضة على أننا نعترف بحق الإله الموجد الأول من العدم، قال لنحترم السبب الذي أوجدكم المباشر، فإذا احترمتموه تحترموا الأصل الأصيل. يبقى لذلك قرن الله عبادته بالإحسان للوالدين. هنا
الله سبحانه وتعالى بيفرق بين إنسان كافرا كان أو مؤمنا، وبين مؤمن وبين كافر. إزاي يعني؟ هناك قال ووصينا الإنسان، ما قالش المؤمن بقى، يعني كأن مصلحة الكافر بينظم له حتي إنه يحتل لأبويه اللي سبب الوجود بتوعه، للكافر للإنسان كله مش للمؤمن. لا، ووصينا الإنسان بوالديه. ليه؟ قال لك لأن الإنسان كله هو الذي الله هو الذي جاء به إلى الوجود، والذي يجيء لك بالوجود لازم يتكفل بيك حياة ورزقا وإقامة، فبده يضمن له دي لأنه هو اللي جابه للوجود، هو ما جابش نفسه. ولذلك نقول يجب أن نفرق بين شيئين في الألوهية والربوبية. الربوبية عطاء بيربي، ولكن الألوهية تكليف. ألوهية يعني معبود، يعني تطيع بأمر. يبقى إذا الألوهية معناها عطاء إيه؟ تكليفي، افعل ولا تفعل. ولكن الربوبية عطاء كله، أكن الألوهية عايزة منك تعمل حاجة، إنما الربوبية بيديك حاجة. ولذلك الإنسان إذا حذبته أمور ما يقدرش عليه بقول يا رب، يعني يا من توليت إيجادي وتربيتي أنا بتنقى، خدني خد بإيدي، ما يقولش دي إلا وقد فنفدت أسبابه. لكن الذي يستعين على تكليف الله يقول يا الله أعني على طاعتك يا الله، لأنه هو المكلف، ومكلفك لشيء ما ينفعوش. يعني آمنت كفرت قد بعضها عند ربنا. ليه؟ قال لك لأنك لن تزيد بإيمانك لله صفة من صفات الكمال، لأنه هو خلقك بصفات الكمال، فمش عايز منك حاجة. أما إيه التكليف ده وافعل ولا تفعل؟ قال لك لصلاح المجتمع نفسه، كما تمني ولدك وهو تلميذ صغير اجتهد عشان تنجح واجيب لك عجله واجيب لك بدله كويسه اخرك افسحك. انت مش بتدي له ليه دي؟ وانت هتنتفع منه بايه؟ ده يمكن الواحد يموت قبل ما عيله ايه؟ قام قال لك ده هو يحب ان ابنه يبقى كويس، يبقى اذا بيتجيب له مكافاه على شيء يعود عليه هو لا يعود على الوالد. كذلك الحق يريد مجتمعا مؤمنا، لا لانه هيعمل بالايمان بتاعه حاجه لله، لا، لان صفات الله كامله قبل ان يخلق الخلق، وبهذه الصفات الكامله خلق الخلق. ولذلك انكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني، ولن تبلغوا ضري فتضروني، لو ان اولكم واخركم وحيكم وميتكم وانسكم وجنكم وشاهدكم وغائبكم اجتمعوا على اتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في سلطان ملكه. ولو أن أولكم وآخركم إلى آخره اجتمعوا على أفجار قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا. ولو أن أولكم وآخركم إلى آخر القصة كله شاهدكم وغائبكم وإنسكم اجتمعوا في صعيد واحد، فسألني كل واحد مسألته فأعطيتها له، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أغمس في البحر. وذلك أني جواد ماجد، عطائي كلام وعذابي كلام، إنما أمري لشيء إذا أردت أن أقول له كن فيكون. يبقى إذن حظ التكليف صلاح المكلف. ولذلك احنا قلنا زمان يجب أن نتنبه إلى معطيات الحروف في القرآن. يقول لك ايه اللي المؤمنين كويس وعلى تقى، يقول لك اولئك على هدى من ربهم. الناس تمر على الايه كده مره نقول له لا، شوف كلمه اولئك على هدى، يعني هم اللي مستعليين، هم اللي فوق الهدى. الهدى مش بيكلفهم مشقه، ده هو الهدى دي مطيه بتوديهم للغايه الحلوه، وهم راكبين. يبقى هم على ايه؟ على هدى، مش الهدى راكب عليهم تكليف، على لا، هم اللي راكبين الهدى علشان يوصلهم إلى الغاية التي يحبونها، وهي الخلود بلا موت وبلا انقطاع وبلا انقطاع. إذن قصة الوالدين والولد لها لقطات مختلفة في القرآن. قصة
تتكلم في والدين مؤمنين وعايزين ابنهم ما يكفرش، اللي هي معانا النهاردة. والذي قال لوالديه أف لكما، كلمة أف دي احنا بنستعملها لما واحد يزهقك يقول اف، يعني انت زهقت بقى منه صدرك ضاق. لكن هي في الاصل ايه؟ وان لم يوجد واحد برضه تقول اف لحاجه، مثلا يعني شفت حاجه نتنه حاجه كذا تقول اف الله. اذا كلمه اف تبقى كلمه تدل على التضجر. التضجر من ايه؟ من شيء نتن، شيء قذر. هو بيقول لوالديه ايه؟ اف لكما. اف دي كلمه من اللغه، واحنا عارفين ان كلمات اللغه اما اسم زي محمد، واما فعل زي اكله، واما حرف زي فيه مثلا. في حاجه ثانيه انه حيسموها خالفه، لا هي اسم ولا هي فعل ولا هي حرف، اللي هي زي اف دي صوت يدل على التضجر. التضجر من شيء يا قذر يا نتن، يا شيء ما يعجبكش. ولذلك يقول لك فلان بيتأفف، بيتأفف يعني يقول اف. اف دي لها لغات متعدده، واحد يقول اف، واحد يقول افا، واحد يقول ايه اف، لها لغات متعدده. القران جاب لنا هنا والذي قال لوالديه ايه؟ اف اف بالتنوين. يسموها اسم فعل، لا هي اسم ولا هي فعل، انما هي اسم مدلوله فعل. تبقى اف اف معناها ايه؟ اسم فعل معناه أتضجر وأتألم وأنفر من هذه المسألة. زي ما يقولك إيه فلان زي فلان، تقوله شتان بين الاثنين يا شيخ. شتان يعني إيه؟ ده فرق كبير قوي. الله، تيجي تقول لواحد بيتكلم كلام مش عاجبك تقوله صح، يعني إيه؟ اسكت. ما يعني اكفف عن اللي انت فيه. دي اسمها ايه؟ اسمها اسم فعل. فأفن معناها اتضجر من شيء قدر منتن، كأن الدعوة بتاعت ابوه وامه له الى الايمان مزعلها قوي، وهو عايز يظل على الايه؟ على الكفر. قال هم بيدعوه للايمان، هو يقول له أفن لكما. وأفن لكما معناها ايه؟ مش أفن لشيء بعيد عنكم كما يشم الإنسان قذاره، لا ليكم. يا سلام، إيه القسوة دي؟ أفن لكما ليه يا ابني؟ أتعدانني، يعني بتوعدوني إنني بعد موت أبعث جديد؟ طب ما ماتوا ناس كتير وما حدش جه يقول لنا إيه الحكاية. طب هتقولي عبد الله بن جدعان عشان يقول لنا العيال الحكاية، ما جاش حد من دول. أتعدانني أن أخرج وقد خلت قرون من قبلي ولم يعد أحد؟ يوم هو لما يسمعوا كده يعملوا ايه؟ ليس لهم منقذ الا الله وهما يستغيثان. ويلك يا هلاكك يا ولد، ايمن ده انت هتروح في داهيه. امن دي ايه؟ حرص الوالدين على انه يذوق حلاوه الايمان كما ايه؟ كما ذاقها ابوه، وهو ايه؟ يصر على ده. ساعه ما يقول اف يبقى دليل على انهم قعدوا وكلموه مرة فسكت، ومرة تانية قال لا مش عارف ايه، ومرة تالتة ابعدوا عني، وبعدين اخر مرة قال ايه؟ انفجر بقى وقال اف ايه؟ اف لكما. ولكما يعني انتوا الاثنين. يمكن يقول قدام امه وحداري عليه، يمكن يقول قدام ابوه، لا هما الاثنين ايه؟ الاثنين موجودين. الله بقى، اذا هما بيدعوك الى ايه؟ ده بيدعوك الى رحمة. وانت تقول لهم هذا الكلام، تبقى ادي صورة ولقطه علشان الوالد والوالدين. تيجي صورة تانية، ووصينا الانسان بوالديه ايه؟ حسنا. في احسانا وفيه ايه؟ حسن. بس حسن ابلغ. ليه؟ لان الاحسان فعل، احسنت احسان، انما الحسن اسم للحسن نفسه. زي ما تقول فلان عادل معقول، انما تقول فلان عدل يعني هو العدل. ووصينا الانسان بوالديه، مش ان يحسن احسانا، ان يكون حسنا بكل الوان الحسن، لان الحسن بتختلف الناس في تقديره. فاجمع كل الوان الحسن وادها لايه؟ لابوكما.
هذه اللقطة الثانية، وإن جاهداك على أن تشرك بما يبقى الأبوين هنا مؤمنين والأبوين هناك كفار، وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما، لا أريد أن تقسو على أبويك لأنهما سبب وجودك، وسبب الوجود يجب أن يحترم، وما نعلمكش العقوق عشان إن عقدت في سبب المواجهة هتعق في الوجود الأعلى، يبقى ما نش عايزك تعق في الوجود الأعلى اللي هو ربنا يعني. إذن بيعمل كده عشان إيه؟ عشان يبين إن سبب الوجود يجب أن يحترم، حتى وإن جاهداك، يعني عمل واكل لما ينعمل عشان تكفر، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك بعلم ما الحكم؟ لا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. برضو استبق إيه؟ استبق ديا علشان ما تطمعش فيه يعني، عشان كل ما تحسن إلى من كان سبب مباشر لي يبقى أنت تحسن إيه؟ تحسن إليه. وإن جاهدك المستشرقين بقى هنا يمسكون بقى لك القرآن اللي عندهم وتقولوا عليه لوجدوا فيه اختلافا ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أهو القرآن في اختلاف. طب إيه يا سيدي الاختلاف؟ قال أهو وصاحبهما في الدنيا إيه؟ معروفة. بيخلينا نعمل المعروف في أبوينا اللي بيدعونا إننا إيه؟ إننا نكفر. وفي آية تانية يقول لا تجد قوما يودون من حاد الله ولو كان لو كانوا آباءهم. نقول له ما هو أنت أصلك ما تعرفش اللغة، لو انك انت تعرف كلها كنت فرقت بين كلمه ود وكلمه معروف. الود عمل قلوب وحب، انما المعروف عمل جوارح وبسط يد. ولو بتكرهه ما تعملش معروف اللي بتكرهه، يبقى اذا ممنوع الود انما مش ممنوع الايه؟ المعروف. لان الانسان لا يود الا من كان قلبه قد مال اليه، ولكنه يعطي المعروف لمين؟ لمن لا يحبه، لمن تحب ولمن لا ايه؟ هذا الفرق يا سيدي المستشرق، لانك انت جاهل بطبيعه اللغه بتقول هذا الكلام. لو كان عندك مثلا بصر باللغه كنت تعرف ان فيه فرق بين الود وبين الايه؟ وبين المعروف. والذي قال لوالديه اف لكما اتعدانني توعدون انني اخرج من القبر وقد خلت القرون من قبلي؟ قال هو احنا قلنا اللي هيموت يطلع لوحده كده؟ يعني الدنيا يموت ويطلع؟ ده لما تموتوا كلكم ولا يبقاش في حد هتموت بقى. ده ما انت بتتكلم اهو. اذا البعث اللي هيجي امتى؟ بعد ما الكل ايه؟ بعد ما الكل يموت. وهما يستغيثان الله، كلمه يستغيثوا تعدى بالباء، استغثت بكذا، يستغيثان بالله، انما هنا جابها يستغيثان الله. زي ما تيجي المساله صعبه عندك سبحان الله، يعني مساله صعبه على ما بوجهلكش، او يستغيثان بالله انه يغير قلب هذا الولد عن الموقف العنادي ده ويلين قلبه عشان يسمع كلامنا، لاننا بنحب مصلحته. ولا تجد انسانا يحب لغيره الخير كما يحب الرجل الخير لولده عنه. لما يقولوا له ابن ابنك احسن منك ينبسط، فبيستغيث بالله. ليه؟ أم قال لك لأن الشيء الذي لا يقدر عليه خلق يمكن أن يقدر عليه مخلوق. ليه؟ قال لك أنت بتسمع الله مقلب القلوب. معنى إيه مقلب القلوب؟ يعني ربنا لما قال للأم موسى إذا خفت عليه فألقيه في اليم، بقى هات واحد كده يقول قول له لما تخافي على ابنك ارميه في البحر. طب بالله يعمل ايه؟ بقى انا انجيه من موت مظنون بموت محقق؟ انما ربنا اوحى لام موسى كده. طب ايه يعني صدقته ازاي دي؟ ليه؟ قام قال لك لان وارد الرحمن لا يعارضه الشيطان. ما دام جاء من الله ما يدخلش الشيطان في دخاله. مش قال الا عبادك منهم المخلصين؟ يعني انا ماليش سلطان على الا عبادك، انا ماليش دعوه بيهم، ما اقدرش عليهم، اللي انت عايزه ما اقدرش. الله. فوارد الرحمن لا يدخل فيه وارد الايه؟ الشيطان. ولذلك تجد الشيطان اللي عامل ابليس اللي عامل ناصح
بيخيب في بعض الحتت. اكبر خيبه ان هو عمل العمليه اللي بتاعته دي مع انه عالم وحجه في العلم وكان حجه في الطاعه، لانه مختار ان يعصي وما عصاش ربنا ابدا، فبقى احسب بالملائكه، الملائكه مرغمين على الطاعه وهو مخير يطيع ولا يعصي، لكن ما عصاش ابدا. ولذلك يسمونه طاووس الملائكه، طاووس يعني المزح على الملائكه، انتم غصب عنكم طائعين، انما انا اطعت مختارا. ومع ذلك خاب الخيبه بتاعته الاخيره. الله، ليه كده؟ اما قال لك الحق سبحانه وتعالى يريد، يقول لك العالم مش ميكانيكي، العالم اراده فوقه. فلما قال للام موسى اذا خفت علي فالقيه في اليم، سمعت الكلام والضبط البتاع دي ورماته في البحر ومش عارف ايه بتاع. طب ما تشوف النهايه ايه اللي حصل. طب ده ربنا قال لها في لقطه ثانيه، اهو المشايخين برضه يلقونا في الحته دي، يقول لك يا اخويا قصه مش عارف ايه جا كم مره في القران، مش مره واحده كفايه. يقول له يا اخي في فرق بين اعداد الانسان لامر مستقبل قد يحدث، يقول لها اذا خفت يبقى لسه ما حصلش مش كده، لكن لما يجي الوضع بقى يبقى اقول له افتكر الكلام اللي قلته لك زمان، اذ اوحينا الى امك ما يوحى ان اخذفيه في التابوت فاخذفيه في اليم فليلقيه اليم. الله، كلام ايه يعني؟ دي ساعه الحادثه بقى، الاول دوك قبل الحادثه، لكن دي امتى؟ افتكر اللي انا قلته بقى يلا. ولذلك يجيب بقى القيه في اليم فليلقيه اليم، بيقول لا اطمئني لانني امرت البحر ان يقذفه على الشاطئ، فليلقيه اليم بالساحل ياخذه عدو لي وعدو له، عشان اسخر من فرعون بان هو بيرب اللي هيكون فناء ملكه على ايده، وانت بتدور على الناس عشان ايه الاطفال تقتله. طب هو جالك واحد لحدك ما قتلتوش ليه؟ طب ده بيقول لك هيجي زهر الملك ما قدرش يقتل، كان الله عمل ايه؟ واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه. نعم، واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه. وقال تقول له مراته قره عين لي ولك. الله، وغباء اخر من فرعون اللي ادعى الالوهيه دي، ما الالوهيه دي ينزل لها يجدها غباء اكبر. في غباء ثاني اهو. طب هم بيقولوا لك ان هلاكك وزوال ملكك على يد طفل من بني اسرائيل، من اللي قال لك؟ الكهنه مش كده؟ طب وما دام قالوا لك هلاكك وذهاب ملكك على يد طفل هتقتل ليه بقى؟ ما دام النهايه هتكون كده تبقى تقتلك ده ولا له ايه؟ ولا له لك، ومش كده هجيب طفل إيه؟ انت اللي تربيه، انت اللي ايه؟ انت اللي تربيه. ولذلك هيقول له اولم نربك فينا وليدا احنا ربناك. الله، يبقى واعلموا ان الله ايه؟ يحول بين، ادي معنى وهما يستغيثان، يقولوا يا رب انت فوق الاسباب وانت اللي بتخرق الاسباب، احنا ما لناش صرفه ويا الولد ده، وعزيز علينا لاننا ابننا وعايزينه له حاجه كويسه ومش قادرين عليه، يبقى انت بقى ايه؟ ادي معنى. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا حزبه امر يعني غلبه ما عندوش اسباب له يعمل ايه؟ قام الى الصلاه، يعني يقف بين يدي ربه الذي خلقه عشان ربنا ايه؟ يفكروا بقى الايه؟ الامور بتاعته. ارحنا بها يا بلال، قال تعبان يا بلال ادا عشان تريحنا، مش تريحنا من ايه؟ لا، ريحنا بها. وهما يستغيثان الله، ويلك هلاك لك وهلاك من ام واب، بقى هما بيتمنوا له الهلاك، يعني اكنك انت ان فعلت هذا هيبقى هلاك، والهلاك ده ايه؟ يزعلني، يبقى احنا بندافع عن نفسنا مش عنك يا ابن الايه. ويل ايه؟ ويلك. امن ليه؟ امن قال لك لان وعد الله حق، ما دام قال يبقى هيحصل. ليه؟ لانه ما دام قال يبقى لازم يحصل، لانه هو ما فيش اله غيره عشان يعارضه، يبقى اذا قال كلام لازم يحصل.
لان اللي هيخلي كلام واحد يقول كلام ولا يحصل شيء إيه؟ لازم في ايد اكبر من تقول لا بلاش دي لا مش عارف ايه بقى. يبقى ما فيش وياه شريك عشان يقولوا لا. يبقى وعد الله ايه حق؟ قد يعده انسان انسانا، انما الانسان ده اللي بيعد ما يملكش نفسه ولا يملك قلبه ولا يملك بقاء حبه عشان يدي خير، يمكن قلبه يتغير. لكن ربنا ساعة ما قال يبقى ايه؟ يبقى حصل خلاص. ولذلك المستشرقين برضه يقول لك ايه؟ او في القرآن يقول لك على منتهى البلاغة وال... طب اسم اقرأ قول الله بالوعد أتى أمر الله فلا تستعجلوه. يقول لك اعمل لي انسجام بين أتى الله أمر الله فلا تستعجل. طب ده أتى يعني وقع، ولا تستعجله يعني لسه ما جاش. يبقى في تناقض ولا مش في تناقض؟ في ظاهر الايه؟ الامر ان فيه ايه؟ يوم هم يمسكوا فيه بقى يقول لك اتى معناها انه وقع، ولا تستعجله معناه انه لم ياتي. يبقى القران فيه تضارب، وازاي يقول ربنا ولو كان من غير عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا. اهو ده اختلافه. نقول له ما انتش عارف، لان الزمن ملوش حكم على ربنا. ليه؟ لانه هو اللي خلق الزمن، وما دام خلق الزمن يبقى الزمن ما يتحكمش فيه. فاذا قال على شيء هيجي لسه اتى، سد اقول ايه واتى خلاص، لانه هو قال ولا فيش اله يعرضه، اتى امر. ولذلك بيتصرف في الكون بشهادته لنفسه. ولذلك بيقول لك اول من امن امن الله بذاته. فقال شهد الله انه لا اله الا انا. يعني انا بطلب منكم تشهدوا ان لا اله الا انا. انا شهدتها لنفسي. ليه؟ قال لك بالشهاده دي اقبلوا على اي شيء اريده، وانا اعلم انه لن يتخلف. كن فيكون. لو ما كانش فاهم انه هو مش ما في حد تاني وياه ما يقولهاش، ما يجرؤش يقولها. يقول لك ما يمكن انا اقول كن والتاني يقول لا ما تكونش. انما انا شاهد بانه لا اله ايه؟ وكذلك الرسول قبل ما يقول اشهد ان يشهد انني رسول الله. وبرضه زي ما انت بتقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان ايه محمدا، هو بيشهد لنفسه قبل احنا ما نقول. ولذلك سيدنا جابر بن عبد الله حكايته معروفه. جابر بن عبد الله كان مدين لواحد يهودي، وكان موعده على انه اذا جاء النخل بالثمره بالثمره يجز منها ويقضيه دينا. فجابر بن عبد الله مشى في النخل فوجدوا ايه؟ زي ما احنا بنقول خاب، يعني ما جابش الثمره المرجوه. يقول لك في اللغه بيقول لك خاص نخله، يعني ما جابش الثمره. ايه كان فاهم ان النخله يجيبها سبع سباطات، النخله جابت سباطه سباطه ونص سباطتين. قال لك مش هنقدر نقدم دي، هنقدم منين؟ فإخوان جابر بن عبد الله رضي الله عنهم ذهبوا إلى رسول الله وقالوا له يا رسول الله إن جابر قد حان أوان ديده عند اليهود، ونخلك قد خاس يعني خاب، ما جابش الثمر لتقضي الدين. فسأل يا رسول الله ذلك اليهودي أن ينظر جابرا، ينظر يعني إيه يأخر شوية. فقال رسول الله لليهودي أنظر جابرا. فقال له لا يا أبا القاسم. قال له أنظر جابرا. قال له لا يا أبا القاسم. سكت رسول الله ما جاوبوش، هو بده حاجة يمسك بها مسلم وخلاص. فالنبي ذهب إلى البستان بتاع مين؟ جابر، ومر فيه ثم قال له أين عريشك يا جابر؟ العريش انتوا عارفين العريشة اللي بيعملوها في الجناين بين الشجر كده، يربطوا حبل وبتاعه ويقعد فيه عشان يشوف الايه. قال وخدوا النبي العريش، قال له دعني اقيل واذهب فجز واقضي. فجابر ما يمكنش يخالف، فتنه نازل وجي على النخل وقعدوا يقطعوا الايه التمر منه ايه ايه ايه، ولموا في كوم، وبعدين جم يقضوا لليهودي. اليهودي خد الدين بتاعه وبقي عنده شيء كتير، فجاء بطبق من الرطب الى رسول الله في العريش. قال له يا رسول الله جزلت وقضيت وبقي لي ما لم يبق لي في اي عام. شوفوا بقى الكلمه اللي قالها بقى.
ضحك رسول الله وتبسم يعني وقال أشهد أني رسول الله. أي شيء لنفسه بأنه إيه رسول ليه؟ لأنه كله قال له جز وقضي جز وقضي يعني هتقطع النخل وهتقضي برضه. وبعدين يقول له بقي لي ما لم يبقى طريقة قبل أن يبقى شاهد إيه؟ يعني إذن الحق سبحانه وتعالى حينما يريد أمرا يغير فيه القلوب ويتغلب فيها على الأسباب. المؤمن يثق في أسباب الله التي قالها وإن جاءت الأمور ضد ذلك كله. إحنا قلنا سيدنا موسى صلى الله على سيدنا وعليه ماذا حدث لما جه يخرج ببني إسرائيل من مصر؟ جماعة فرعون دريو فأتبعه فرعون بجنوده طلع وراه. أم واحد من قوم موسى بص كده قال له إنا لمدركون تقوم فرعون قوم ورانا هو ده البحر هو ينمر في البحر نغرق يقتلوني. شو بقى ماذا قال موسى؟ قال له كلا يعني دي ما تحصلش. كلا ايه ده المسألة هي ايه قالها بملء فيه كلا وهو على ثقة من رصيد كلا عند الله. قال كلا قال له طيب اضرب بعصاك البحر. فمسك العصا وضرب البحر. البحر قانون السيولة في الماء بقى كل فرخة كالطود بقى جبل. لا بقى يبس. قم موسى دي نجمه وبقوا على النحلة الثانية خير خافهم لقم فرعون يجوا وراه. قام جاب العصاية وبده يضرب البحر عشان يرجع ايه مية. فأوحى الله إليه اترك البحر رهوا يعني ساكن زي ما هو كده علشان فرعون يطمعه وبعدين يدخلوا في الطريق اليابس. ولما يبقوا كده في الآخر يقوم يأمر البحر بأن تكون سيولة الماء طاغية فيغرق. يبقى يعمل ايه؟ أهلك وأنجى بالشيء الواحد. أدي عظمة الايه؟ وهما يستغيثان الله لأن أسبابهم البشرية ما يقدرش على الولد. فيبقى مين اللي يرجى؟ إنما يرجى الله في هذا الشيء الذي عزت أسبابهما يستغيثان الله. وقبل ما يقالش يستغيثان بالله يستغيثان الله أن يدعوانه أن يعينهم على أن الولد إيه يآمن. وهما يستغيثان الله ويوجهان الولد يستغيث بالله وبعد ذلك يوجه الكلام للولد. ويلك يعني هلاك لك ولا تجد أما ولا أبا يدعو على ولده بالهلاك. إنما هو بيحذروا من دي عشان مش عايزة تحصل. ولذلك يكون التهديد مرة بشيء لا لأن يقع ولكن ليخوف الإنسان فلا يعمله حتى لا يقع. ولذلك لما ربنا يعمل عقوبة ويصعبها في أشياء ربنا مش عايز الجريمة تحصل يوم يصعب الإيه العقوبة عشان إيه عشان ما نعملهاش. ولذلك يقول ولكم في الخصاص حياة. الله يا أولي الألباب يا أصحاب العقول ليه بقى القصاص اللي فيه قتل يبقى لنا فيه حياة؟ قال لك فيه لأن القاتل لما يعرف أنه انقتل حيقتل ما يقتلش يقوم لما ما يقتلش يعمل إيه؟ يحفظ حياته وحياة غيره. يبقى لكم في القصاص حياة لك وحياة للإيه؟ حياة للآخر. ويلك آمن بالله. كلمة آمن يعني إيه؟ انطق بالشهادة ان ربنا ما فيش اله غيره وهو المستآمن. لان مادة الهمزة والميم والنون لها معاني كتير. يقول لك آمنت بكذا زي آمنت بالله دي متعدية بالبيت. طب وآمنت له صدقته. وما انت بمؤمن لنا ولو كنا ايه صادقين. طب وأمنته يعني اديته الايه الامان. امنكم من ايه؟ اطعمكم من جوع وامنكم. يبقى الحرف هو اللي بيحد يوجه الايه الديركتور بتاع المعنى. نعم ان وعد الله حق. ومعنى حق يعني شيء ثابت لا يتغير. ليه؟ لان الحق هو ما حكم الله عليه بأنه حق مش هيتغير.
ولذلك سنة الله ولن تجد لسنة الله تبديلا، لأنه ما يعملش سنة وما يرسلش رسول وبعدين يخلي الكفر يخزله، لا مش ممكن، لازم يرسل رسول ويخليه ينتصر مهما عملوا حينتصر. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. يجي يقول لك طيب الحق شيء ثابت ولا يتغير، ولكن نرى في الكون مرة حق يختفي والباطل هو اللي يسيطر، والباطل برضو ساعة يسيطر الباطل على الحق، هيبقى من جنود الحق. ليه؟ لأن الباطل لما يجي هيعض الناس بمفاسده، يقوم لما يعض الناس بمفاسده ورزيله يقوم يقولوا يا حق تعالى بقى، يستشرفون للإيه؟ يستشرفون للحق. ولذلك وجعل كلمة الذين كفروا السفلى في القرآن، جعل كلمة الذين كفروا إيه؟ السفلى. طب اقرأ كده إيه؟ وكلمة الله، مش وكلمة، كان القياس بقى يقول لك وكلمة الله العلي، ما هي جعل، جعل كلمة الذين كفروا السفلى وإيه؟ وكلمة الله العليا. قال لك لا لا، كلمة الله العليا دي مش جعل، ده ثابتة، ده أمر ثابت، وكلمة الله هي العليا، أمر ثابت دي مش، لا مش جعل، إنما الجعل في التاني ليه؟ يعليه شوية عشان يعض الناس بظلمه، يقوم الناس تستشرف إلى إيه؟ إلى تستشرف إلى الحق. ولذلك ضرب لها مثل إيه؟ الله أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها، الأودية اللي بين المية تنزل على الجبل تروح في الوادي اللي بين الجبلين، كل وادي ياخد على قد خلقه، على قد نفسه، وادي صغير ياخد على قده، وادي كبير ياخد على قده، خلاص. فسالت أودية ايه؟ على قد قدره، فاحتمل السيل اللي نازل زبد ترابي، يجيب القش والمش عارف الورق الدايب والرمل اللي سايب ويعمله، يعمل ريم على وش الايه، على وش المية. اهو الريم ده بقى على المية الصافية، انك هو على مش هيفضل عالي. ليه؟ قال لك لان ربنا هيبعت الرياح ويعمل كده. ولذلك لما تروح على الشواطئ حتى تقوم تلاقي الشواطئ المية جرفة، الحاجات القذر اللي في البحر ترميها على الايه؟ على الشط، وبعدين يصفى، يبقى الريح بيعمل ايه؟ بيعمل غربلة في المية، ويخلي الجيف والاشياء مش عارف ايه، فضلات البواخر ومش عارف ايه تطلع على الايه. فاحتمل السيل زبدا رابيا، يعني فوق الميه، خلاص. ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حليه او متاع زبد مثله. ازاي؟ لما بيجيبوا الحديد ويدوم يعملوا صلب، والحديد فيه رمل وفيه مواد غريبه، يوم كل ما يدخل النار تطلع الايه، يسموه خرق الحديد، مش يسموه كده اللي بيطلع منه ده، عشان يبقى ايه؟ عشان يجي ايه؟ يجي الصلب. اهو الزبد في الميه زي الخبث في الايه؟ ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حليه او متاع زبد مثله ويضرب الله الامثال. اما الزبد فيذهب جفاء، واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض، كذلك يضرب الله الايه؟ الامثال. أولئك الذين حق عليهم القول. أولئك دي جمع، لكن الكلام في واحد وهو الذي قال لوالديه أف، مش كده؟ والذي يعني قال لوالديه أف، وبعدين ربنا يجيب خبر يقول إيه؟ أولئك الذين حق عليهم القول. يبقى كأن الذي مش مفهوم منه المفرد، ده المفهوم منه الإيه؟ الجمع، كل فرد فيه الذي، زي ما يقول ايه؟ والعصر ان الانسان، المفرد لفي خسر، الا الذين امنوا، ده بيستثني من الانسان وهو الواحد، يستثني مين؟ يستثني منه جماعه، يبقى مره يراد ويراد به الايه؟ الجماعه، الجماعه اللي هم ايه؟ لما جه قال الذي حصل لهم، قالوا ده عبد، دي عبد الرحمن بن ابي بكر، نزلت في عبد الرحمن بن ابي بكر لما والديه قعدوا ينصحوه بالايه؟ بالايمان، وهو يجادلهم الجدل ده، هو عبد الرحمن اسلم، لكن ربنا قال اولئك الذين حق عليهم القول في امم قد خلت من قبلهم.
لكن ده أسلم. يبقى دي مش علشان عبد الرحمن. اللي قال إنها على عبد الرحمن دي مروان بن الحكم. مروان بن الحكم كان أميرا على المدينة، فلما بايع معاوية لابنه يزيد بالخلافة طلب من مروان أن يأخذ البيعة ليزيد بالخلافة. فمن اللي دري؟ عبد الرحمن بن أبي بكر. قال له جعلتموها هرقلية، يعني وكل واحد يخلف ولده. قال له اسكت يا هذا، أتعلمون من هذا؟ بصوله كده، قال هذا هو الذي قال الله فيه ولا تقل، والذي قال لوالديه أف لكما. بلغت عائشة قالت والله ما هو، ولو شئت أن أسمي الذي قيلت فيه لقلته، ولكن قولوا لمروان إن الله قد لعنك في ظهر أبيك، إن الله قد لعنك، لأن أبوه كان يستهزئ بالنبي. الحكم بن العاص يستهزئ بالنبي، يقلده في مشيته. النبي كان يمشي صببا كأنما ينحدر من صبب، يعني كده. فبقى هو يقلده، فالنبي التفت له بيمشي مشيته بتقليد بتهزيء يعني. فنظر إليه وقال، وعمل له بإيده كده، فنفي إلى الطائف. وبعد العز اللي شافه هناك في المدينة وبتاعه حاجات دي، قعد يرعى شوية شياه وشوية غنم لحد ما جه سيدنا عثمان وتشفع له عند رسول الله وأذن له. لما الصحابة ما رضيوش، قالوا ما سمعناش يا عثمان، ما سمعناش من النبي لا أبو بكر ولا عمر. قال ولكن أنا سمعته ما تحمله، فأفرج عنه وجابه من ال، ولذلك عمل لها قصة في الأدب. كان زمان يعملوا مضمار الخيل، يعني الخيل يتسابق ويا بعضه، فكل واحد يضمر خيله عشان يسبق يوم الايه، يوم السبق ده. وعاملين اسمها قصبة، قصبة السبق، قصبة السبق، يحطوا يرزقوا قصبة كده، اللي يخطفها الاول هو اللي يبقى، يعني هو اللي يبقى. ولذلك يقول لك فلان حاجة قصبة السبق، قصبة السبق يعني القصبة اللي كانت بتتوضع في اخر المضمار علشان اللي متقدم هو اللي يلقطها يبقى هو اللي ايه. مش دلوقتي بيعملوا مش عارف حاجه دي تانية كده. فيزيد خلف ولد اسمه عبد الله، وخلف ولد اسمه خالد. خالد ده كان مشتغل بالعلم وبالكيمياء. فجرت خيل لعبد الله اخو خالد، وهي خيل مين؟ الوليد بن عبد الملك. فعملوا عقبات للخيل بتاعت عبد الله، فسبقت خيله مين؟ يعني عملوا حيلة، حطوا شوية حجارة شوية مش عارف ايه عشان. فلما عملوا كده تسبم عبد الله، تسبم مع الوليد بن عبد الملك. فعبد الوليد بن عبد الملك سب عبد الله. فخالد لما دير راح لعبد الملك نفسه قال له بلغني كذا وكذا، وأن عبد الله وأن الوليد مع ابنك تطاول على أخي عبد الله لسباق حصل فيه كيت وكيت وكيت. الوليد عبد الملك بن روان كان من فصحاء العرب، عمره ما لحن أبدا. فقال أتكلمني في أخيك عبد الله وقد مر علي آنفا فما أقام لسانه من اللحن؟ ده بيلحن، يتكلم بيلحن. فخالد ذكي قال له والله لقد أعجبتني فصاحة الوليد. والوليد ده ما كانش يعرف يتكلم. قال له إن يكن الوليد يلحن فإن أخاه سليمان لا يلحن. قال له إن كان عبد الله يلحن فإن أخاه خالدا لا يلحن. فواحد قال له بقى من بتأشيعهم، قال له اسكت يا هذا، فلست في العير ولا في النفير. احنا بنقولها دلوقتي انت لا في العير ولا في النفير، يعني رجل مهمل لا انت هنا ولا هنا. العير اللي كان حامل البضاعة من الشام والنبي طلع في بدر عشان يقتل، وكان رئيسها ابو سفيان، وبعدين تساحل وطلع ونفد. فمكة دريت، قالوا لهم الحق بقى ضيعكم خدها محمد. طلعوا بقى بالنفير اللي على رأسه مين؟ عتبة بن ابي ربيعة. يبقى عتبة
كان رئيس بايه النفير، وابو سفيان رئيس مين العير. قال له اسكت، فلست في العير ومن اولى بالعير والنفير مني. ناني صاحبه جدي ابو سفيان صاحب العير، وجدي لامي عتبه صاحب النفير. تقول لا في العير، لا انا فيهم، او لان دي جدي وده جدي الاثنين، ابقى انا في الايه في العير وفي الايه. ولكن لو قلت شويهات وغنيمات وجبيلات، الحته اللي كان الحكم عايش فيها في الطائف عندي جبل كده وجايب شويه غنم يرعاهم، ولو قلت شويهات وغنيمات وجبيلات وذكرت الطائف ورحم الله عثمان لكان اولى. اولئك الذين، يبقى اللي قال انها في عبد الرحمن نقول لا، الخبر في قوله اولئك ينفي على انه لا يريد واحدا، يبقى كل من فيه هذه الصفه والى لقاء اخر ان شاء الله.